مرحبا بمتابعين عالم السيارات، مثل ما عودناكم على طول نتشارك مع بعض كل الاشياء المميزه، ونحن اليوم موجودين بديترويت ب اف سي اي جروب، تحديدا بمصنع فايبر. هذا المصنع يلي سكر ابوابه مع اخر سياره صنعت بعام 2017 وصار للاشغال الداخليه فقط للشركه، وهون رح نشوف شو موجود من جواهر وسيارات رائعه بتعود للماضي وسيارات الحاضر وحتى سيارات المستقبل. تفضلوا معنا لحتى نشوف كل السيارات الموجودة هون الرائعة. بداية فينا نشوف على يساري أجيال جيب رانجلر، بداية من الويلس، سي جي، تي جي، الواي جي، وكمان الجي كي، وأكيد في محل للجي ال. وكمان هون عم نشوف على يميني سيارات دوج من الثلاثينات، سيارة بلايموث وكرايسلر من 1914 وحتى من العشرينات، يعني عنا جواهر رائعة من هالسيارات الأثرية القديمة جدا. وهون عشمالي كمان الدوج لفام وكمان الكرايسلر لاكونتس يلي تم تصنيع سيارة واحدة فقط للعرض. وأكيد كل الصانعين بيتشاركوا وبيتنافسوا بسيارات رياضية، سيارات السباقات، سباقات الحلبات وسباقات الراليات، وهون عم نشوف التناغم بين سيارات الماضي وسيارات الحاضر، وإن شاء الله نقدر نشوف كمان سيارات سباق بالمستقبل. وهون عم نشوف بيك اب دودج باور واجن وجنبه الواجن المستقبلي، سياره او بيك اب نموذجيه. على يميني جيب رانجلر تي جي روبيكون، جيب مميز جدا وصنع خصيصا لفيلم توم برايدر. اذا بتتذكروا حاضرين الفيلم لما انجلينا جولي بتقفز بالمظله وبتنزل داخل هذا الجيب على مقعد السائق، هن ماشيين بغابات افريقيا. على يميني باجي مصنوعة كليا من ألياف الكربون وهي كمان نموذجية، هوريكين تريل هوك نموذجي كمان، وحتى فينا نشوف الجيب ويلس بلون أخضر مميز، أتلانتيك من كرايسلر وكمان الساندربولت من كرايسلر، سيارة قديمة، وعم نشوف السيارة النموذجية الساندربولت وكمان جنبها الفايتون. بهالمكان بالذات كان يتم تصنيع محركات سيارات الفايبر، وهلأ بما أنه المصنع مسكر عملوه خصوصي فقط لسيارات فايبر بأجيالها الخمسة، وشايفينهم كلهم مجموعين هون. وكمان جيبات الجيب إيستر سفاري يلي شفناهم على مدة عدة سنوات، وساند ستورم يلي شفناه السنة الماضية، وكمان سي جي 66. مستر والتر كرايسلر لما كان يدير شركة ماكسويل قرر انه يصنع سيارات خاصة باسمه، وطلب انه يصنع اربع سيارات بروتوتايب او نموذجية، وواحدة من السيارات موجودة هون جنبي على اليمين. هيدي كانت تخطيطنا المميزة لهالمكان الرائع. تابعونا لحتى تعرفوا كل جديدنا، كل تجاربنا وكل اسفارنا حول العالم. هلا بقلكم الله يكون معكم وبأمان الله، باي باي.